بمخاطبة الدوار. أحسنتم أحسنتم. انتم عملكم مثل عملنا سيد بلقيس، عملكم مثل عمل، ولكن اذا مخاطبات في محافظات اكو مسؤول نكتب راح انت تبقى يمنا لازم تعريفية ويا لحظة الكتاب مكتوبة من كتاب اللي عندي انه مسؤول المكتب الموجود يتعاون معي مسؤول الرابطة اللي راح يكون في المحافظة الكتب اللي راح تصير ممكن ان يجيك متقاعد عنده شغلة في تقاعد البصرة من الممكن ان نسوي كتاب للمسؤول الموجود في المحافظة في بدر عن طريق يرفع الكتاب إلى مديرية تقاعد البصرة أو مديرية تقاعد كذا بالضبط ماكو مشكلة إلى مقر رابطة مقر الرابطة لأنه هنا يعتبر لا ما تحلت بالبصرة المهم لا حتى تنحل تنحل أو ما تنحل يكون دائما في الكتب الرسميه يصير نسخه منه الى مقر نقابه المتلاعبين سلام ورحمه الله امين اللي هي مقر النماذج فهاي عمل هذا المقر محافظه حال اي مقر هذا مقر خلص صاحب الطلاق اي مقر يشتغل هذا مقر بغداد ومقر البصره ومقر الرمادي ومقر كذا يشتغل نفس الصلاحيات ممنوحه لهذا المقر ممنوحه لكل المقرات الباقيه وايد شلون اما ابو سامر مشمد بن جبوري هو مسؤول نقابه المتقاعدين بسرعه مسؤول العراق هو كل الكتب وكل المقرات مرتبط ابو سامر يعني مثلا هسه هنا يكتب ابو الوالي المتقاعد شكتب كتاب اليوم تكتب عليها لما تدقق روح ابو الدقق وفاته الهيه تقاعد المحافظه متقاعد البصرة مثلا يجي بصرة هنا واسوي الكتاب انت مخول بالنيابة عنه مخول ابو قيس مخول بالديوانية يسوي كتابي وقعه اذا له هو وقع منه النائب الموجود في محافظة القادسية وقع معين وقع هنا بغداد مثلا يعني ترى بالمناسبه مخاطبه التقاعد الوطنيه ممكن ان نسوي كتاب يوقع مسؤول المحافظه ويرفع تامر عين مرخصه ابو حيدر ترى اخذنا حيز اكبر بهذا بالمهيئة نريد نروح الساعه لازم ب 12 احنا دقيقه مدير المكتب الموجود هناك ويرفع للمقر الموجود هناك. هذا سبحانه احنا هذا الكتاب ما يقصد هذا هو يعتبر نفس الكتاب اللي جينا بيه الجمعين الكاظمي انت هناك تروح يا ابو مكتب انت سلم الكتاب يقول له ساعد وحاوله الموضوع يا اخوان
مخاطبة الدوار. أحسنتم أحسنتم. إحنا إذا ما في شيء رسمي أنتم عملكم مثل عملنا سيد بلقيس، عملكم مثل عملنا، ولكن إذا مخاطبات في المحافظات اكو مسؤول مكتب وراح انت تقيمنا لازم تعريفيه ويا كتاب مكتوبه من كتاب اللي عندك انه مسؤول المكتب الموجود يتعاون مع مسؤول الرابطه اللي راح يكون في المحافظات الكتب اللي راح تصير ممكن ان يجيك متقاعد عنده شغله في تقاعد البصره من الممكن ان تسوي كتاب للمسؤول الموجود في المحافظه في بدر عن طريقه يرفع الكتاب الى مديريه تقاعد البصره او مديريه تقاعد كذا بالضبط ماكو مشكله انت اخوي ماكو مشكله ماكو مشكله الى مقر رابطه مقر الرابطه لانه هنا يعتبر لا ما انحلت بالبصره المهم لا حتى تنحل لحظه مرفوضه تنحل او ما تنحل يكون دائما في الكتب الرسميه يصير نسخه منه الى مقر نقابه المتلازمه اللي هي مقر فهاي عمل هذا المقر يشتغل حاله اي مقر هذا مقر خلص صاحب الطلاق اي مقر يشتغل حاله هذا مقر بغداد ومقر البصره ومقر الرمادي ومقر كذا يشتغل نفس الصلاحيات انت مخول بالنيابه عن مخوله ابو قيس مخول بالديوانيه يسوي كتابي وقعه يدي له هو وقعه منه النائب الموجود في محافظه القادسيه وقع معينه وقع هنا بغداد مثلا يعني ترى بالمناسبه مخاطبه هي التقاعد الوطنيه ممكن ان تسوي كتابي وقع مسؤول المحافظه ويرفع تامر عندي مرخصة ابو حيدر ترى اخذنا حيز اكبر بهذا بالمهيئة جماعه عندهم طرق نريد الروح الساعه لازم ب 12 احنا بعدك 9 سنين يرفع الكتاب مديريه التقاعد ممكن عن طريق مديريه التقاعد المحافظه باستطاعتها ان تخاطب هيئه التقاعد الوطنيه راح تعطيه كتاب رسمي مثل ما انت جيت كتاب رسمي للدائره اللي انت قاعد فيها يعني ذاتي هذا ذاتي هذا داخل المحافظه يتعمد يعني انا ما اقول اكو امور ما ممكن من تحت المحافظه هاي يصير فيها كتاب 18 يوقع عن طريق مدير المكتب الموجود هناك ويرفع للمقر الموجود هناك الله يسامحنا احنا هذا الفكره ما يلخص دعوه هو
يعتبر نفس الكتاب اللي جينا فيه الجمعين الكاظمين. انت هناك تروح يا ابو مكتب انت ترسلنا كتاب ومرجع يقول لنا ساعده وحاضره الموضوع يا اخوان انت وهمتك انت وشطارتك وعلى نفسك. بالتسعة وسبعين 75 طوع 900 طلع في القاعدة العامة وفاي وقفة وشو ما يقول وصار كعسى ولا عادة وراتهم طوال أخي العجل هاي اجتمع واحد يسيطر على الوضع. والله العظيم تدمرنا احنا نابينا احنا ايد وحده ابو امير اشتغل ابو سامي اشتغل كلكم وثانيا احنا لو ما انتم نقدر نشتغل كل واحد عنده اليات المره تطلع وانا اختنا المره الكبيره الشايب الولد الشاب كل متقاعد يسندونا طلعنا يعني نطلع دول احنا نطلع خمس نفرات من بحالنا شلون العالم ثقت فينا وطلعت ورانا وتمشي وتسولف وتحكي مو لا اليوم اكو شغلات يا اخوان اعزاء انا بدي اشرح لكم حاله ان شاء الله الاخوان اعزاء ترى الاختلاف بالراي لا يفسد المده قضيه ترى بس ما احترق قدامنا بيناتنا سهله اولا اكو موضوع يا اخوان خالي طاقتنا اكو تقدرون انتم المتقاعدين تقدر تسوي شلون اذا سمحوا لي اولا انت عندك حق مختصر هذا حق مختصر اروح اقدم طلب السيد رئيس هيئه المحترم انا طالب منك كذا 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 هذا طلب وتوقع خلي يوقع لك عليه الموظف يوقع لك عليه يوقع لك تستلم منه نسخه موقع عليها منو تبول الموظف اي واحد يقدر يسوي انا سويت اخذ قرارات ويدرون الجماعه سبع قرارات غير ما محكمه التمييز بهذه الطريقه لا محامي ولا رحت المحامي اليوم كل احنا واحد كل واحد محامي ليش كل احنا عرفنا القوانين هسه اصغر واحد منهم ما يعرف القوانين واليوم ما يعرف قانون مع احترامه أعمى الأعمى مو الأعمى مقصد يعني لا أعمى أعمى غير شكل مو أعمى ما يشوف لا اليوم احنا نطالب حقوقنا قدمنا طلب الطالب الموظف قلنا شو تطيني تطيني على النسخة منه مجبر اصرمنا لا ما طاقله لا غصبا عليك تطيني تطيني تاخذن هاي عندك خليها تنتظر انت اتصلوا بيك كاتب لك مدير التقاعد نرفض خوش ما تصلوا بيك عندكم مدد هاي مدد اذا اسمح لي ابو سامي هاي مدد بالقانون سوونها انت عندك 30 يوم من قدمت الطلب تحسب 30 يوم ما حد جاوبك تاخذ الطلب وتروح شو التدقيق المتقاعدين مجلس يسمونه مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين في نفس هيئه التقاعد قدم الطلب اكو قاضي واكو ثلاثه ويانين من وزاره الداخليه وزاره الدفاع وزاره الماليه اربعه وقاضي وياهم يبت بالدعوة مالتك، اجى الامر من صالحك خير على خير. ما اجى الامر من صالحك، قال لك ما طاق حقك، شو تسوي النوم؟ عندك مدة 60 يوم تطعن بمن؟ بالقرار مالهم، تروح لمحكمة التمييز تقدم طلب، تقدم لائحة، بيج الساعة محكمة التمييز هي تقرر. قرر لك لك حق لو ما لك حق، هي اعتبر قرار محكمة التمييز قرار با، قرار با شنو؟ ملزم كل الدوائر، ملزم كل الوزارة، تاخذ حقك. هاي طريقة. هاي طريقة البردية، طريقة البردية أنا اليوم لا تعتمد على وزارة، وزارة شنو؟ الوزارة ما يسمعك، مع احترامي، ما يسمعك، قال لك بخير تدلل، وكل حكي، ويقدر الوزارة يروح وياك، أجيب تاكسي يروح وياك، هاي كذا ترى خلينا نكون واقعيين، احنا واقع. اليوم ما نعتمد على